وما خلقنا السماء
حليفي عم الشيخ عبد الناصر قارئ يا محترم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لا 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 لا. وإن
ربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا يا رب؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله عليك يا جميل. سبحانه
ينزل الملائكة
لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هكذا يا سادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ بالإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بشبرا اليمن مركز الصمتة بمحافظة الغربية. وشكر الله سعيكم جميعاً.